مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده في النصف الثاني من هذه الحلقه سيشرفنا الروائي الكبير الاستاذ بهاء طاهر. هنحتفل معه بعيد ميلاده اللي سقيت الصاوي وعدد من زملائه الكتاب والروائيين وشباب الكتاب ايضا احتفلوا به امبارح في الساقيه في ساقيه الصاوي، والنهارده هنحتفل به هنا في هنا العاصمه بعيد ميلاده. كيف ينظر بهاء طاهر للوضع الإبداعي في مصر؟ كيف ينظر القوة الناعمة لمصر؟ مصر دايما قوتها ما كانتش عسكرية، كانت القوة الناعمة قوة الثقافة، قوة الفن، قوة الإبداع. هل تقدر هذه القوة أن تقاوم قوة الجهل والتجهيل اللي بتحاول تغزو عقول المصريين؟ قدرة المقاومة وقوة مصر الناعمة هو حوارنا هيكون مع المبدع الكبير الأستاذ بهاء طاهر في عيد ميلاده. لكن خلونا نبدأ بمجموعة من الأخبار، ونبدأها بما حدث من اجتماع بين السيد وزير العدل الدكتور المستشار مكي وبين عدد من رؤساء نوادي القضاة الأقاليم وممثلي نادي القضاة وممثلي أيضا النيابة العامة. كان في اجتماع وتم الاتفاق في نهاية هذا الاجتماع أن يعاد الأمر، أزمة النائب العام تعاد مرة أخرى إلى ملعب مجلس القضاء الأعلى للحل فيها. يعني رجعنا تاني إلى المربع صفر، كانت القضية عند مجلس القضاء الأعلى ثم مجلس القضاء الأعلى أعادها للسيد وزير العدل. وزير العدل كان طلب من النيابة العامة وأعضاء النيابة العامة فرصة أسبوعين لحل القضية بالتشاور مع السيد النائب العام. واضح أن النائب العام لا يريد أن يعود إلى تقديم استقالته مرة أخرى، وبالتالي رجعنا تاني للمربع صفر، رجعنا تاني إلى مجلس القضاء الأعلى. الوزير أيضا الحقيقة أن هو وعد السادة من أعضاء النيابة العامة ومن الممثلي نوادي القضاء بأنه لن يقر قانون القضاء أبدا إلا بموافقة كل نوادي القضاء، بموافقة القضاء وبعد عرضه على الجمعيات العمومية للقضاء. خرجنا بإيه؟ معرفش هل هذا سيرضي النيابة العامة ولا لأ. مستشار الزند الآن موجود في نادي القضاء، وأيضا عدد متجمع كبير من أعضاء النيابة العامة. هنعرف إيه تفاصيل ما يحدث. طارق أحمد مراسلنا في نادي القضاء. طارق مساء الخير، وقول لي يعني هل القرار أو نتائج الاجتماع اللي قعد تقريبا 6 ساعات، نتائج الاجتماع ده وصلت إلى نادي القضاء؟ ما هو رد فعل النيابة العامة؟ نعم أستاذ لميس، منذ وقت قليل وصل الوفد الذي كان مجتمعا مع وزير العدل. طبعا نعرف أن الوفد يتكون من 7 رؤساء لأندية الأقاليم بالإضافة إلى 3 مستشارين من نادي قضاة مصر، على رأسهم أو في مقدمتهم المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس نادي القضاء. طبعا بمجرد وصولهم دخلوا على المنصة المتواجد عليها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، وبدأوا في عرض ما توصلوا إليه من خلال هذا الاجتماع. بدأ المستشار عبد الله فتحي في البداية وعرض ما توصل له الاجتماع الذي كان منعقدا في وزارة العدل في لازوغلي مع السيد المستشار أحمد مكي وبعض مساعديه في وزارة العدل في لازوغلي. هذا الاجتماع الذي أسفر وكما سبق وعرضت حضرتك توصل إلى أنه ناقش نقطتين رئيسيتين، أولهما أزمة النائب العام، وفي هذا الإطار توصلوا إلى أن يعود الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى في اختيار النائب العام على أن يكون المنصب خاليا دون أن يتحدد تماما آلية خلو هذا المنصب، سواء كان باعتذار المستشار طلعت إبراهيم أو تقديمه لاستقالته. وهو الأمر الذي أثار بعض التساؤلات والاستفهامات من قبل وكلاء النيابة المتواجدين والقضاة المتواجدين في نادي القضاء حاليا. هذا بالنسبة للأمر الأول. بالنسبة للأمر الثاني والخاص بقانون السلطة القضائية الذي توصلوا فيه مع من خلال الاجتماع إلى أن يعرض هذا القانون على
جميع يعني أندية القضاء في الأقاليم. المستشار أحمد مكي وزير العدل أكد لهم وكما قيل في هذا الاجتماع أن القانون سيتم إرساله إلى كل أندية الأقاليم لإبداء الرأي، خاصة بعد سلسلة كبيرة من المخاوف ما بين القضاء بخفض سن التقاعد، وبالتالي في هذا القانون المزمع يعني تمريره. رد فعل النيابة العامة إيه يا طارق؟ ولا لسه لم يتفق على رد فعل؟ نعم، حتى الآن لم يتفق أو لم يخرج لنا رد الفعل، لأن هناك كما تعلمين لجنة تم اختيارها من قبل وكلاء النيابة. هذه اللجنة هي تبحث الآن ما أسفر عنه الاجتماع، وهي مجتمعة بالفعل داخل نادي القضاء، نادي قضاة مصر، مجتمعة حتى الآن وتحاول أن ترتب البيان الذي سيخرج بعد قليل، ويعبرون من خلاله عن آرائهم وعن موقفهم إذا ما خرج به الاجتماع ما بين الوفد القضائي ووزير العدل. بعد قليل ربما يخرجون إلى هذه المنصة ليعلنوا موقفهم المحدد طبقا لتوافقهم مع جميع وكلاء النيابة. طبعا قبل وصول الوفد كنا نعلم أن هناك جمع توقيعات من قبل وكلاء النيابة، كان عدد التوقيعات الذي توصلوا إليه حوالي 2000 توقيع من وكلاء النيابة، جميعهم وقعوا على أنهم يرفضون ما يحدث للقضاء برمته وما يحدث من اعتداء على استقلال وحرية القضاء، وأنهم مع ما تخرج مع ما يخرج من اللجنة من مواقف على ما أسفر عليه الاجتماع. طيب المستشار الزند كان بيلقي بعض الكلمات منذ قليل، هل ممكن تجمل لنا أهم ما قاله؟ نعم أستاذ لميس، المستشار الزند هو بالفعل ما بدأ، هو أول المستشارين الذين بدأوا الحديث في هذا الاجتماع، اجتماع بعض أعضاء الجمعية العمومية لقضاة أندية مصر سواء الأقاليم أو نادي قضاة مصر وبعض وكلاء النيابة. طبعا في بداية حديثه فند بعض الاتهامات وبعض الكلام والحديث السائد في وسائل الإعلام والاتهامات التي تكال إلى قضاة مصر، منها طبعا مقال رئيس تحرير جريدة قومية كبرى والذي طلب فيه بتجريم ما يقوم به القضاة من إضرابات وخلافه. طبعا المستشار الزند فند هذه الاتهامات وقال أن القضاة يدافعون عن استقلالهم ويدافعون عن حريتهم. أيضا تعرض لما يقال على أن القضاة يبحثون عن فوائد مادية ونفع مادي. طبعا فند كل هذه الاتهامات أمام القضاة المتواجدين حاليا في أشكرك طارق أحمد، أرجو أنك توافينا ببيان النيابة العامة فور خروجه. ونذهب إلى إبراهيم قاسم زميلنا ومراسلنا في وزارة العدل. إبراهيم، يعني الاجتماع طول قوي بين الوزير وبين يعني ممثلي نوادي القضاء، لكن في النهاية هو تقريبا ما خرجش بحاجة، يعني ما لم يخرج بشيء مهم. ماذا قال لك وزير العدل في تصريحاته؟ هو بداية كان الاجتماع قد امتد إلى 3 ساعات ونصف، 3 ساعات، 3 ساعات ونصف. كان هناك شد وجذب بين أعضاء نادي الأقاليم الذين حضروا ونادي القضاء مصر الذي حضر عنه ممثلا المستشار عبد الله فتحي والمستشار عبد العظيم العشري ومحمود الشريف. دول كان هناك شد وجذب بين المستشار أحمد مكي وزير العدل، وقالوا له بأننا التزمنا الحتنة التي فهو وقام أعضاء النيابة بالعودة مرة للعمل، فماذا توصلت أنت؟ قال لهم أن نادي القضاء لم يلتزم، وأن هناك بعض الدعاوي التي أقيمت أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النص. كل هذا الأمور جعلت بينهم حالة من السخونية وحالة من الشد والجذب، وانتهت إلى ما توصل إليه وما سبقه الزميل طارق، قال أن هناك تفويض للمجلس الأعلى للقضاء لحل المشكلة. ولكن في تصريحات خاصة بالمستشار أحمد مكي قال أن في خطبة النائب العام أن أزمة النائب العام لابد وأن يتم طرحها على شيوخ لديهم خبرة
قضائيه كبيره في هذا وباع، وهم مجلس القضاء الاعلى، ولذلك قام بترحيل هذه القضيه اليهم، خاصه وان الماده التي تم ارسال الماده رقم 70 التي تم احاله القضيه اليه هي غير مختص بها وزير العدل، لان وزير العدل هذه الماده تختص بالذين قاموا بتقديم استقالتهم من القضاء نهائيا وتم اعفائهم، فهو يقوم باستلام استقاله وقبولها يا اما برفضها. طيب يا ابراهيم، يعني الكلام اللي قاله لنا زميلنا طارق بيقول انه يعاد الامر الى مجلس القضاء الاعلى مع خلو المنصب، يعني ايه؟ هل الجمله دي كانت موجوده في الاتفاق؟ لا لا لا، لم يحدث هذا، هو فقط تفويض مجلس القضاء الاعلى على اداره حل الازمه والوصول الى حل في اقرب وقت، هذا ما صرح به سواء المستشار عبد الستار رئيس نادي المنوفيه والممثل عن رؤساء انديه الاقاليم او المستشار احمد مكي. طيب بنفسه انت بتقول ان كان في شد وجذب، وانتوا ما كنتوش داخل الاجتماع، عرفت منين ان كان في شد وجذب على الصوت؟ احنا كنا متجاورين بجوار المكتب المستشار احمد مكي، وكانت تخرج منه بعض الاصوات عند دخول او خروج احد المستشارين عليهم، كان هناك بعض الانفعال من المستشار احمد مكي، خاصه وانه منذ الصباح الباكر وهو يقوم بمقابله اكثر من ضيف، لانه كان عنده النهارده وزير الداخليه البريطاني، كان هذا يؤثر فيه، فقام بالشد والجذب مع اعضاء او القضاء. هل انت حاسس انهم خرجوا مستريحين ولا خرجوا غاضبين ولا ايه بالظبط؟ مش الوزير، الاعضاء المجتمعين معاه من انديه الوفد القضائي. طيب الوفد القضائي خرج مبتسما، ولكن تغلبه يعني كان كل اثنين من المستشارين يتهامسون فيما بينهم على ان هذا اللقاء لم يكن لقاء جيدا او لم يتم الاصلاح، لم ينتهي الى شيء، ولكن هو القى بالكره في ملعب مجلس القضاء الاعلى وترك القضية، بالرغم من أنه كان منذ أسبوعين وعد بحل الأزمة وبحل جذري كمان. أشكرك إبراهيم قاسم مراسلنا في وزارة العدل. خلونا نشوف دقيقة من كلمة المستشار الزند منذ قليل، والكرة الآن بالفعل عادت مرة أخرى، إحنا بنلعب ماتش كورة، إن هي الكورة وقفت في الدوري، فالكورة دلوقتي شغالة بين وزير العدل وبين مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة، لسه الأزمة مستمرة، وفي سياستين، في سياسة النفس الطويل خليهم يهدوا كده والنفس الطويل، وفي سياسة تانية إنه الشغل لازم يمشي والحياة لازم تستمر، لكن على الجانب الآخر هناك غضب كان موجود عند أعضاء النيابة العامة من استمرار النائب العام. هل الغضب ده هيستمر؟ هل ده هل ده هيكفيهم ولا لا؟ طيب معي على الهاتف قبل ما نسمع كلمة المستشار الزند، معي سيادة المستشار عبد العظيم العشري وزير وكيل نادي القضاء. سيادة المستشار مساء الخير. بشرة خير يا فندم، حضرتك مساء الخير. ايه بشرة الخير يعني؟ حضرتك بتقولي وزير يعني فضل. طيب مش دايما بشرة خير يا سيادة المستشار، مش دايما. اهلا بيك يا سيادة المستشار، هل حضرت الاجتماع النهارده حضرتك؟ فعلا كان معانا في اللقاء معظم رؤساء نوادي الاقاليم، حوالي 6 رؤساء من نوادي الاقاليم، وكان ممثل نادي قضاة مصر المستشار محمود الشريف سكرتير عام النادي، والمستشار عبد الله فتحي، وانا عبد العظيم العشري وكيل النادي. اهلا بيك. بصراحه ما توصلتم اليه هل يرضيكم؟ والله احنا بالنسبه لنا كنادي الاوضاع، زي ما سعادتك عارفه، جمعيه اللي مقامه من اعضاء النيابه هم اللي قايمين بيها كوكلاء نيابه في غضبتهم بشان تعيين النائب العام. واحنا بدورنا كوضاء احنا بنبذل اقصى جهدنا للمساعي لحل هذه الازمه ما بين مجلس القضاء وما بين السيد وزير العدل. النهارده توجهنا للسيد وزير العدل وناقشنا نقطتين اللي بشان قانون السلطه القضائيه والبند الاساسي اللي هو بشان النائب العام. اللي كان الانتهاء او المقترح اللي معروض على رؤساء نوادي الاقاليم، واحنا بالفعل خدنا المقترح ده ومتوجهين به لنادي الاوضاع مع السيد المستشار احمد الزند وباقي اعضاء مجلس الاداره والساده رؤساء نوادي الاقاليم، ان مجلس القضاء مفوض مجموعه تتجه لمجلس القضاء وعرض الامر عليهم بشان استقاله السيد النائب العام او تمحيه من منصبه،
وعلى مجلس القضاء طبقا للدستور الجديد باختيار 3 مستشارين سواء من الاستئناف او من النقض وعرضهم على السيد رئيس الجمهوريه لاختيار نائب عام اخر. نعم. ولكن في ظل هذا البيان ان احنا ما يجبش ان احنا نفرض على مجلس القضاء باختيار شخص معين او له الحق في اختيار شخص معين ما يجبش ان احنا نعترض عليه. ده كان الكلام اللي هو موجه من السيد الوزير مع الساده رؤساء نوادي الاقاليم وممثلين نادي الاوضاع. بالفعل اخذنا المقترح ده واحنا حاليا في نادي الاوضاع في انتظار الانتهاء من الجمعيه العموميه ومناقشه هذا البيان. طيب يعني وبالتالي الكرة عادت مرة أخرى إلى مجلس القضاء الأعلى بعد ما كانت رجعت عمالة تروح وتيجي ما بين المجلس وبين وزير العدل. وبداية أنا فوجئت طبعا، إحنا لما توجهنا لمجلس القضاء قال نتجه للسيد الوزير واتجهنا للسيد الوزير فقال إن إحنا نتجه لمجلس القضاء. أنت حاسس إن ده تسويف ولا ده إيه بالظبط؟ والله يا فندم انا ما عادش عارف حاجه بصراحه، يعني انا اتمنى ان الازمه تتحل والدنيا تهدى والقضاء يرجع لكيانه وشموخه، لكن بالوضع ده يعني الامور مش ظريفه يعني. طيب هل بالفعل كان في مشادات بينكم وبين الوزير؟ كانت الاصوات بتتعالى احيانا من داخل الاجتماع زي ما مراسلنا بيقول. لا 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 خالص، هو كان المشادات بصفه وديه او نابعه من 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 كيان شيخ القضاء المستشار احمد مكي كوزير عدل. صفه وديه يعني. صفه وديه، لكن لا ما فيش حاجه. طيب يعني الثلاث اسامي اللي ممكن يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ممكن ايضا يكون بينهم السيد النائب العام الحالي ولا ايه بالظبط؟ ما قالوش بقى كده، هو قال سعادتك ربما الاقتراح يكون كده ولا حاجه، احنا مالناش الحق الاعتراض، يعني احنا نسيب القرار لمجلس القضاء له حريه الاختيار. لا نقول عاوزين مين ولا نعترض على مين. وبالتالي والاقتراح اللي احنا هنناقشه النهارده في مجلس اداره النادي ان شاء الله. طيب الجزء الثاني من المناقشات كان على قانون السلطه القضائيه وتخفيض سن التقاعد، وصلتوا لايه في هذا الامر؟ سن التقاعد بشان قانون السلطه القضائيه. نعم. بمجمله ان السيد الوزير برضه ابدا اقتراح ان لا يعرض قانون السلطه القضائيه الا من خلال جموع القضاه. وبالتالي هيخاطب جميع نوادي القضاه باتيان لمشروع السلطه القضائيه وممثل في نادي قضاه مصر وعرضه على السيد الوزير كمقترح، كل نادي عنده مقترح بشان قانون السلطه القضائيه، ولا يتم عرض هذا المشروع الا بشيء من التوافق من جميع القضاه. طيب وده اعتقد شيء منطقي وجميل وشيء يعني محترم من الوزير، وده الطبيعي يعني هو ده المفروض انه يحصل ان شاء الله ربنا. طيب اذا نحن في انتظار ايه يا سياده المستشار؟ احنا في انتظار انتهاء الجمعيه العموميه والجلوس على طاوله المفاوضات مع المستشار الزند وباقي اعضاء مجلس الاداره والاتصال بالساده رؤساء نوادي الاقاليم اللي ما حدوش معانا النهارده، والانتهاء من المقترح اللي عرضه السيد الوزير ومعظم رؤساء نوادي الاقاليم، والنتيجه ان شاء الله رب العالمين ترضي جموع الهيئات القضاه والنيابه ونوصل لحل توافق باذن الله. نتمنى ذلك. اشكرك سياده المستشار عبد العظيم العشري وكيل نادي القضاه. اذا احنا في انتظار اجتماع مره اخرى ما بين القضاه النيابه العامه لاتخاذ قرار، هل يرضيهم ذلك انه مجلس القضاء الاعلى يعود الكره مره اخرى؟ هل مجلس القضاء الاعلى اذا هيرشح المستشار طلعت عبد الله مره اخرى؟ قصة يعني معقدة جدا، لكن في النهاية كل اللي احنا عايزينه ان الحياة تعود مرة اخرى، ولكن مش على حساب القضاء. القضاء لا يجب ان يبقى مستقلا، لا يمكن التعدي عليه، لا يمكن وضعه امام صدمة الامر الواقع. صدمة الامر الواقع ان كانت هناك فئات من الشعب يمكن ان تقبلها فلا يجب ان يقبلها القضاء، ويجب ان يبقى القضاء مستقلا، لان التعدي عليه اللي يتعود يتعدى على القضاء مرة والتانية والتالتة خلاص لن يكون هناك قضاء مستقلا في مصر، وده يعني سيؤذي المواطن العادي ويؤذي رئيس الجمهورية ويؤذي الجميع في النهاية. غدا المحكمة الدستورية. طب نسمع جزء من كلمة المستشار الزند ونرجع تاني. وحتى نبطل حجة من يتحجج بأن القضاة يصعدون ثم يصعدون ثم يصعدون، نحن منذ شهر تقريبا لم نصعد، بل أفسحنا المجال وفتحنا الباب على مصراعين أمام كل جهد خير نبيل يقتلع شأفة الخلاف ويزيل آثار العدوان
ويرد للقضاء حقه المضيع. وبالنسبة لحقوق المضايعة الحقيقة نعود بقى للمحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية غدا ستحكم في قضيتين كانتا معروضتان عليه أو على عليها المحكمة الدستورية العليا منذ فترة طويلة، كان المفروض تحكم فيها، ثم تم حصل حصار المحكمة الدستورية اللي وصفته بعض قيادات الحرية والعدالة وقيادات تيار الإسلام السياسي بأنه حصار فريندلي، صديق، يعني حصار آمن ومسالم. ما قدرش أعضاء المحكمة الدستورية العليا أن هم يعني يدخلوا إلى المحكمة. حصل تغيير الدستور، تغيرت اختصاصات المحكمة الدستورية، قصة طويلة جدا. في النهاية عطلت المحكمة الدستورية العليا عن اتخاذ قرارات بخصوص ما قدمت أو ما عرض عليها من دعاوى بإبطال الشورى أو عدم دستورية مجلس الشورى، وأيضا اللجنة التأسيسية، فاكرينها التأسيسية بتاعة الدستور اللي قعدت 19 ساعة مرة واحدة وخرجت الدستور كده فجأة. يعني مهم، غدا المفروض أن يكون الحكم، هيكون شكله ايه مع تغير يعني اختصاصات المحكمة الدستورية؟ ده موضوع مؤقت جدا. لكن خلونا الاول نذهب الى زميلنا محمد سلامة، ودي صور دي صور المسيرة. كانت هناك مسيرة من عدد من القوى السياسية من المعادي حتى مقر المحكمة الدستورية لمحاولة حمايتها او التأكيد على حمايتها عند اتخاذها قرارا او قرارات غدا او احكاما غدا. محمد سلامة من امام المحكمة الدستورية، سلامة قولي الاوضاع عندك ايه؟ في الحقيقة بدأت القوى المعارضة او القوى اللي تتجمع في مدينة الحرية بالمعادي، وانطلقت المسيرة باتجاه المحكمة الدستورية حوالي الساعة 5:30 تقريبا، تضم عدد من ممثلي التيار الشعبي وحزب الدستور وحزب المصريين الاحرار، وايضا هناك ممثلين من اتحاد شباب ماسبيرو، كلهم جاءوا لحمايه المحكمه الدستوريه نظرا لما تم من حصارها من قبل من انصار الشيخ حازم ابو اسماعيل. فهم جاءوا في هذه المره لحمايه المحكمه الدستوريه وعدم تعرضها لاي ضغط، وخاصه اثناء انعقاد جلستها بخصوص مجلس الشورى والجمعيه التاسيسيه غدا. حتى الان كان هناك دعوات للاعتصام امام المحكمه، ولكن حتى الان لم تظهر اي بوادر او اي لم تظهر خيام، لم تظهر ما يدل على ان هناك اعتصام، ولكن حتى الان لم يتخذ قرار نهائي بخصوص هذا الاعتصام. هل كل المتظاهرين دول او هؤلاء المتظاهرين هيجوا تاني بكره الصبح مع حكم المحكمه الدستوريه؟ هم حتى الان يعني هناك احاديث من عدد كبير من المتظاهرين بالاعتصام حتى تنتهي الجلسه التي سوف تنعقد غدا، ولكن زي ما قلت لحضرتك لا يوجد اي بوادر او اي ما يدل على انه سوف يكون هناك حكم. هل في ظهور للتيار الاخر اللي كان محاصر المحكمه الدستوريه قبل ذلك؟ لا نهائي، لا يوجد اي تيارات اخرى موجوده عدا القوى المشاركه اليوم، وهناك ايضا عدد من المواطنين الذين لا ينتمون لاي تيار سياسي او حركه ثوريه او ما الى ذلك. أشكرك محمد سلامة من أمام المحكمة الدستورية العليا. نشوف أحداث العاصمة ونخرج فاصل ونرجع نواصل هذه الأخبار. وقعنا مذكرة تفاهم مبدئية من حوالي 5 أو 6 أشهر، وفقا للمذكرة ديت بدأنا إن احنا نتحرك على استقدام الوفد الأول لعمل الملتقى الأول لصناعة الصلب في مصر. الدور من صنع دور. لكي أن يستثمر الرجال العمل في هذه الوقت لابد أن يكون أمامه مفتوح ويهيئ له المناخ لكي أن يستثمر، ولابد أن يزيل العقبات الموانع الاستثمار في هذه المجالات. كما
كان هناك اليوم اجتماع لجبهة نساء مصر التي تضم كل النساء، كل النساء في حركتها الشعبية للدفاع عن المرأة، في المنظمات الحقوقية اللي بتدافع عن المرأة، نساء أو المرأة في الأحزاب، كلنا عملنا جبهة واحدة لأن يأن الأوان أن نقف معا بمسيرتنا وبطرقنا السلمية. إحنا اتجمعنا علشان عشان شايفين أن مصر في خطر حقيقي، ان سيدات مصر في خطر حقيقي، بيتم تهميشهم، بيتم اقصائهم في الحياه السياسيه، في الحياه العامه، في الوجود، ان المراه عنصر ما فيش رغبه في وجوده.